جزاكم الله خيرا. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إصباغ الوضوء على المكاره، وما المقصود بالمكاره؟ إصباغ الوضوء، الوضوء معناه إتمامه وإكماله كما أمر الله سبحانه وتعالى بأن لا يبقى شيء من الأعضاء التي أمر الله بغسلها أو بمسحها لم يصل إليه شيء من الغسل أو المسح، يعني يستوفى العضو ويجري عليه الماء كله أو المسح يجري عليه كله، هذا هو الإصباغ. ومنه الدرع السابق يعني الوافي الذي يستر جسم المحارب. والمكاره يعني المشاق، أن يسبغ الوضوء ولو كان عليه مشقة في ذلك كشدة البرد ونحو ذلك فإنه يصبر ويسبغ الوضوء ولا يسبب ما يلقى من المشقة، لا يسبب له أن يتساهل في الوضوء أو أن يبقى شيء من أعضائه لا يصل إليه الماء، بل يسبغ الوضوء ويصبر على ما يناله من المشقة التي هي محتملة. أما إذا كانت المشقة لا تحتمل فإن الله جل وعلا أباح التيمم أو شرع التيمم بدل الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالمريض إذا كان يشق عليه استعمال الماء فإنه يتيمم ويكفيه عن الوضوء ويكفيه أيضا عن الاغتسال للجنابة. الحدث الأكبر نعم.